كاتبه ما شاء الله عليك يا حنان، مره صوتك حلو ربي يوفقك، وهم كاتبه مره ثانيه حنان هلا فيك وربي منوره الحلقه وربي يوفقك يا رب. فهد علي الحربي هم كاتب الله الله يا حنان شنو هالصوت الحلو، وبس يعني وايد ناس كاتبين تحت يا جماعه صوتوا لها رقم 3 حنان من البحرين. رقم 3 الاسبوع اللي طاف صوت سهره كان تقريبا حلقه تعريفيه صح؟ فانت شنو حاسه انه بيوم اليوم راح يصير؟ هل راح تحس انه يعني مع المتنافسين، هل راح تحسين كنتي راح تكونين حاقده اذا احد فاز او انه لا عادي الوضع راح يكون عندك وايد ريلاكس يعني؟ لا 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 الوضع انا وايد ريلاكسد، وشيء اللي فيني عندي يعني شو يسمونها روح المنافسه وروح رياضيه، ان عادي هي مو خساره ان انا طلعت وان مو صوتي حلو ولا هذا لا يعني لا تعتبرينها نهايه، هذه يسمونها إيه إيه إيه. امس ساره قالت لي ساره مساعد هذا بدايه النهايه، هذه هو عجبتني يعني مو غرور مو غرور يعني امي تقول يمكن انا مغروره، بس لا انا مو غرور، بس انا يعني اوكي انا عارفه انا وير اي ستاند، خلاص انا عارفه مستواي. طلعت من برنامج في ناس اقوى مني، بس معناته انا ولا شيء، انا عارفه مكاني وانا توني بعد في بدايه مشوار، انا جاي ادرس عشان ادعم روحي اكاديميا وفنيا، دشيت البرنامج عشان اعرف ناس اعرف محيطي واجرب واخذ والمعهد عشان اعرف شنو انا اغني شنو يعني اتعلم، فكل هذه تجارب يعني حتى لو انا الله ما وافقني طلعت ما في مشكله، للحين قدامي مشوار طويل وانا توني صغيره يعني. زين انا بسالك سؤال شويه ما ادري برا الموضوع، بس لو فزتي ان شاء الله وصرتي فنانه او مطربه يسمونه يسمونه اللي سويتي فيديو كليب، شنو فكره يكون قصته يعني ما لك شغل بالاغنيه؟ كيف شنو تتخيلين نفسك داخل يعني ستايل الكليب اللي انت حسيت انه صوبك هو نفس يعني انت فيه؟ زي شيرين هالشيء مصرية؟ لا وايد يرسم في بالي هالموضوع وايد مثلا مو شويه يعني حتى ستايل اغنيتي ان شاء الله يعني راسمته في بالي. في اشياء خطره اجربها مثلا فيديو كليب انا ما سويتها، مثلا ان اركب سيكل موتر سيكل يعني شيء سرعه اوكي، مره شيء بحر شيء تحبين شيء الفريد اللي فيه مغامره وجرس. انا سويت تقرير ركبت سيكل واو، انا كنت دائما ضد السياكل انا اسمي دباب دباب هذا حقه الحرب مش عارفه ايه لا بس ركبت السيكل وانا ضده ضد الموضوع، حتى لزوجي كل ما يقول لي ابغى اشتري سيكل اقول له انسى احلم مش عارفه ايه، والله استنست يعني it was so much fun so much fun. بس لازم تركبي مع الشخص البروفيشنال وعارف القوانين وعارف اللي. زين حنان في سؤال كذي بطلعك شوي عن صوت سهاره وكذي، حنان شلون يعني حياتها شلون تعيشها مع ربعها مع ناسها، شلون يعني بينكم بين بعض لو يكون عندكم نفس هذا الجادرنج شلون انت تكوني مميزه بينهم؟ يعني انت عندك هوايتك بصوتك، يعني شلون كل ماله احنا الحين عندنا التقديم فكل ماله نقدم نرضي غرورنا على قولتهم، انت شلون يعني تحافظين يعني تزيدين موهبتك؟ شلون تقدرين؟ وشنو هواياتك يعني الثانيه اصلا؟ تقوي موهبتها؟ اي وشلون هواياتك الثانيه يعني اكيد لك هوايات ثانيه. شلون اقوي موهبتي؟ يعني من ناحيه دراستي انا قاعده اقوي صوتي، اقوي موهبتي ان اسمع. استاذ فهد الحداد دائما يعطيني اغاني افكار يعني سمعي هذه سمعي هذه، ترى هاي شيء ممكن تحبينه وهي شيء وايد قوي ولا مكانه يعني، فحاول اسمع اتثقف كذي. من ناحيه هواياتي انا احب اصمم يعني اي ياي يلا هاي فايف هاي فايف يلا تقدرون تتفقون مع بعض انتوا اثنين تصمموا لنا شيء. زين انا عندي لك اخر سؤال، شنو اصعب شيء واجهتي لما دشيت صوت سهره؟ الصراحه اللي ما توقعتي انه يعني انه راح تواجهين هالشيء كذا. حظي وايد حلو يعني يوم الحفله قمت الصبح قاعده اكح، يوم لجنة التحكيم انا الصبح بخار في المستشفى مو معقوله يعني اتذكر شفتك في هاليوم مع حفلتي انا من بعد الحفله التهاب وصديد ما ادري ايش سالفتي يعني يوم صدق وايد صدق بس ابي اركب مسرح يومين انا بلاعين كحمار ليش؟ شنو كان احساسك بالحفله؟
بالحفله وقتها يعني. بما انك كانت يعني في ضيفه مميزه اسماء المنور فما ادري من وش انا اصلا انصدمت ان ضيفه الحلقه فنانه اسماء، لان كنت اتمنى اقول حق امي يا رب يا عبد الله رويشد يا اسماء هذه ما اقدر تقولين حظي مو حلو بعد؟ لا هذه حلو هاي صدفه صدق الحمد لله ان اول حلقه كانت وهي افتتاحيه وربعي طبعا سويت فيلم في ربعي ثلاث شباب وياي بالصف ادري انه يعشقون اسماء النور قلت لهم كل واحده قلت عليه من الصبح تحب اسماء اللي حتى مو مركزين في رقمي وشي عرفتي اللي اي اكيد اللي بس قايمين في عشر دقائق يو عندي اللي ما يدرون عبالهم انا بوديهم عند اسماء وكذي سويت لهم فيلم لان انا احب المقالب وايد وبس وايد استانسوا لما يو وكل واحد اللي يقول لي والله ما صورنا وياها حنو انت بتروحين فيها فجي بس انا الحمد لله صوروا وياها وانا طلعت في السيف سايد خلاص ابيك تشدين حيلك وتبقين معانا لاخر برايم لان ما تدرين يمكن يبون عبد الله رويش الضيف عندنا يا رب ان شاء الله ما تدرين فالحين يوم الجمعة ما نبيك تقولين شنو مجهزة الأغاني بس أيه. إن مجهزة شيء حلو مجهزة شيء خاص فيك ولا هم يعني نفسيا أنت مرتاحة من اللي أنت مجهزته ولا حاسة إنه وايد تحضيراتكم شلون صايرة قاعدة أحفظ ونروح بروفات يعني أستاذ فهد الحداد قاعدين نشوف وجه له أحلى تحية أستاذ فهد الحداد من قادر الحداد بصراحة كل المشتركين قاعدين يقول لنا نصفق له ألف تحية فكل مشتركين يعني قاعدين نسالهم قاعد يعني مو غافلين عن دور الاستاذ فهد الحداد ما علشان يعني. مديحا فيه بس استاذي صج على الراس يعني انسان جدا محترم انسان فنان صج يعني وايد اتمنى له كل التوفيق ان شاء الله حنان بصراحه يعني الوقت معك يعني مر بسرعه وانت ما شاء الله عليك مميزه ولا تخافين انت تقولين ان كنت مريضه الاسبوع اللي طاف ما شاء الله ادائك كان مميز زين يعني كمشاهد عادي أداءك كان وايد مميز واتمنى لك كل التوفيق مثل ما عارفه وقت البرنامج دائما يعني يحكرنا مشاهدينا تقدرون تصوتون لها رقمها 3 حنان من البحرين نتمنى لها الف توفيق بس الحين خلونا ناخذ فاصل ونرجع نواصل قولها كذي اوكي رديناكم من فاصل قبل لا نطلع فاصل كان عندنا حنان من صوت السهارة رقمها 3 لا تنسون تصوتوا لها والحين في عندنا مفاجأة وايد حلوة ما كنا حابين نقول لكم قبل الفاصل شنو هي معانا شاب فنان شامل. صراحة شامل متعدد المواهب لا طالعني علشان اقدر اعطيك حقك يا لما طالعني انحرج يلا تمام فصدق فنان الصراحة يعني لما شفناه ويانا هني هو بداياته بس حسينا انه هو مو مطرب يعني لنا هني ولا فنان طيب يعني اخونا وصديقنا معنا صديقنا هني قاعد ويانا بالاستديو فصدق يعني شيء حلو وايد ان احنا مستانسين فيك اليوم راح يعيش معنا جو الجادرينج بعد قلبي اذا حابين تعرفون منو هو عبد العزيز كسار بعد قلبي حياكم الله وايد يعني احييكم صراحه البرنامج الحلو العفويه اللي فيه التلقائيه للامانه يعني ان شاء الله من نجاح لنجاح اكبر ان شاء الله. ان شاء الله طبعا النجاح ما يتجسد الا بحضوركم وبوجودكم يعني انتم اللي ان شاء الله تشيلونا واحنا ان شاء الله نحاول نعطيكم حقكم. اكيد بالضبط انا صراحه للامانه اتمنى لكم يعني كل توفيق للامانه البرنامج شخصيا وايد عاجبني احبيت فيه التلقائي. بالبدايه بس خلينا نقول طبعا احنا قاعد نتكلم خلاص جاذرينج احنا الحين جاذرينج بس خلينا اقول لكم ترى اليوم احنا ضيفنا ملك جمال فاحنا من قدنا اليوم احنا معانا ملك جمال الخليج حق 2009. بس ابيك بالبدايه تقول لنا شلون صار هذا الموضوع؟ كنا قاعد نتكلم طبعا قبل هوا انا معك. شوف اول شيء هو انا ماني ملك جمال. لا انت ملك جمال. لا انا ماني ملك جمال. هذا رقم واحد. ثاني شيء شوف الموضوع ما ادري صار شوف انا قبل انزل ردي الفيديو كليب اللي انعرض على كذا قنوات ميلودي وروتانا. صح. كانت منتشره لي صور انا وايد احب التصوير وال والفن يعني بشكل عام الشيء الحلو اللي طلعت له انت تستانس يعني تحس انه في صوره حلوه. وايد احب الموضوع هذا فانتشرت الصور قبل انزل فيديو كليب. على طاري التصوير وكذي ترى انا فهمت ان انت نزلت كتاب خاص في يحتوي على فنون التصوير، صح هذا الكلام؟
كيف تصوير؟ يعني انت الفوتوغرافر، انت تصور ولا انت اللي تكون في الصوره؟ لا شوفي، انا للامانه الصور اللي قاعد انزلها يعني قاعد امسك الكاميرا حق ناس مو فاهمه بالتصوير، بس أوكي. انا اضبط لهم اللي هي الاشياء اللي خاصه بالتصوير، اللي هي حساسيه الفيلم، الاضاءه والى اخره يعني. ان شاء الله رودي، حتى انا يعني بدش بموضوع الاخراج، اخراج اللي هو الكليبات، فانا قاعد اضبط لهم الموضوع وانا اوريدي قاعد اصور. انت اوريدي سويت اعمال وثائقيه، وفي منها حق الشيخ الراحل ابونا الشيخ جابر، صح؟ انا شوف لما انا وايد مستغرب انك تعرف الموضوع هذا، لانه وايد قديم. أي. حتى قبل لا اطلع يعني على القنوات وكذي. صح صح، سويت فيلم وثائقي عرض بكذا مكان، بكذا يعني، منها فندق الموفنبيك، خلينا نسوي دعايه شويه. اوكي خذ راحتك. انا عرض بكذا مدرسه يعني، الحمد لله شافته حتى الشيخ فريح الصباح، وايد استانس بالموضوع، مع انه وقتها دمعت شويه، ما لهم يعني اكيد ما حد يقدر يشوف الشيخ الراحل وما دام يعني جابر الصباح، ونعرض يعني على كذا مدرسه، كذا قناه، الحمد لله. طبعا فيديو كليب واحد يا مشاهدينا، فيديو كليب واحد ما شاء الله تبارك الرحمن كسر الدنيا بالتوب 20، صار المركز الثالث، انعرض على ميلودي وعلى مزيكا على ما اعتقد، وايد قنوات، ميلودي، مزيكا، ما ودي اسوي لهم دعايات، صح، روتانا، حتى على القناه العالميه الام تي في اريبيا، الحمد لله انعرض. بس لو لاحظتوا انه كان باللهجه المصريه بالضبط. زين، هل الاسبوع اللي تكلمنا عنه اثر فيك؟ طبعا الاسبوع، خلينا نقول هذه عاده مصريه تصير، لا اي، لما واحد يصير عمره اسبوع بمصر شو يسوونه؟ تعرفون حلقاتك، كبير قالتك، هذا بيبي شاور، اي، فهم سووا له اياها باحد التصاريح، هو قال ان الظاهر، هل هذا صدق اثرت عليك، خلتك تحب مصر واللهجه المصريه والاغاني المصريه؟ انت تدري الاسبوع شلون صارت؟ قول لنا. قول لي شلون صارت؟ شلون؟ لا انت قول لنا. شوف انا ردي الوالده مدرسه، الله يخليها لي ان شاء الله، الله يحفظها، ف يعني رفيجاتها وربعها مدرسين يعني، بس من مصر شويه، اي صح، فحبوا يعني انه يسوي لي انا اسبوع، جيت مني والطريق، فما ادري يمكن هذه المثرى شويه، يمكن من لما كان عمرك اسبوع ولما بداوا يغنون عليك وشي ويطقون بايد الهاون ما يسمونه، زن على راسك وانت زن الاعلامي بالضبط. بس شوف انا باختصار يعني اختصرها، وايد حاب اللهجه المصريه، بالاخير كل الوطن العربي يسمع المصري، يفهم المصري، يفهم اللهجه المصريه. بس متى ناوي تدش؟ انت دشيت قلوبنا، بس متى يعني نسمعك بالكويتي، بالخليجي، يعني بموطنك الاصلي مثل ما يقولون؟ والله هذا الشيء سون ان شاء الله. المشكله في توجه معين انا يعني حاب اسويه في بالي، يعني خطط مستقبليه حق كليبات كاغاني، انا قريب ان شاء الله حاب انها تكون باللهجه المصريه، عرفت؟ بس ما يمنع اني ادش بالخليجي، بالاخير في اغاني خليجيه يعني وايد تعجبني. انا عندي بعد سؤال، في فنانين شنو يسوون؟ مثلا يخلونها على يعني شنو يطري وياه، او شنو تصير له ظروف يحدد هو شنو بيغني السنه الجايه، صح؟ هو لا، من النوع اللي راسم خطواته، هو ايش بيسوي هالسنه، السنه اللي وراها شنو بيسوي، عارف هو متى راح يغني. ما شاء الله الحمد لله ناجح، خطواته راسمها صح الحمد لله. والله شوف ما نجحت الا يعني بالناس والجمهور وذوق الناس الحلو يعني، اللي تفهم الموسيقى والكلمات والالحان يعني. بس نسيت الكلمه، والحمد لله نسيت الكلمه الاهم اللي هي الاخلاص في العمل، وهذا اللي انت مشتغل فيه وتعبان عليه. بس في شيء يمكن انتم ما تعرفونه بعد عنه، انا اليوم اطلع اسرارك كلها. في شيء ما تعرفونه عنه، الله، ان عبد العزيز وظيفته ما كان لها اي شغل بمجاله الحالي، كان يشتغل بالسلك الدبلوماسي، فانت تتكلم عن الموضوع هذا. شوف انا من بدايتي يعني من قبل لا ادش اوريدي السلك العسكري، كنت يعني في القوات الخاصه، وايد حبيت المجال الفني من زمان يعني، من تقريبا من 2002، بس يعني ظروف معينه خلتني ادش مثلا السلك العسكري، وللفخر يعني اني اخدم هالبلد الطيبه الكويت. لو اقول لك شلون صار موضوع الاوديو عايشني تضحك، قول اكيد معجبينك. انا رودي بالوزاره الداخليه، انا دخلت ثلاث دورات مو واحده، حلو. فبعد يعني صارت فتشه بين دوره ودوره، فدخلت رحت مصر، صارت فتشه باسبوع راحه انك ترتاح بين دوره ودوره،
حلو؟ رحت مصر سويت اوديو عايشني ورديت مره ثانيه الكويت. هذا يعني المفروض يكون راح تخيل. يعني رب يعني صدفه خير من الف معاد مثل ما يقولون بالفصحى وكذي. ما شاء الله عليك. بعدها نطرت الشعر شوي طول. اي على ما شفت الكليب بالقاهره طبعا. دائما يعني انت الحين دشيت يعني خلينا نقول ما شاء الله بقوه كسرت مثل ما نقول مثلا انت شايف